أهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم أحمد بوراك. في الفترة الأخيرة دي ريلمي نزلت موبايلات كتيرة قوي في سلسلة السي اللي هي السلسلة الاقتصادية بتاعتهم. نزلوا السي 3 والسي 3 اي والسي 11، وخلال أيام قليلة جدا إذا ما كانش في وقت نزول الفيديو ده هينزلوا موبايل جديد واللي هو السي 15. موبايل نازل في الفئة اللي هي من 2500 جنيه ل 3000 جنيه. هو جايب نسختين 464 و428. الموبايل النسختين هيكون من 2500 ل 3000 جنيه، والفئة دي هي اللي مسيطر عليها دلوقتي موبايلين بتوع شاومي، ريدمي 9 اللي هو موبايل كويس جدا وريدمي نوت 9. فاحنا من خلال الفيديو ده هنعرف هل الموبايل ده هينزل في نفس الفئة، هيقدر ينافس الموبايلين دول ويكون هو افضل منهم، او تشتري الموبايل ده ولا لا، وكمان هنقول الموبايل ده هيكون مناسب لمين من الناس او مين يشتري الموبايل ده. فخلينا نشوف الموبايل، وما تنساش الاشتراك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. الموبايل خاماته بالكامل بتيجي من البلاستيك، وده طبيعي زي اي موبايل في الفئة دي. والتصميم بتاعه شبيه باخوه الاصغر منه اللي هو السي 11، بيجي كده بنفس التصميم البسيط مع الانعكاسات الهادية اللي هتدي كده يعني شكل جمالي شوية للموبايل، مع رأس الكاميرات اللي هي بتيجي في شكل مربع دي. فانا بالنسبة لي شايف ان التصميم بسيط وكويس، ما فيهوش مشكلة. يعني المشكلة بس هنا ان الموبايل وزنه تقيل، يعني 210 جرام، وكمان سميك شوية، فهيبقى موبايل ضخم. يعني للناس اللي ايدها صغيرة هتبقى مشكلة شوية، لان هو موبايل تقيل وضخم، فمسكته في الايد هتبقى صعبة شوية. شاشة الموبايل بتيجي بحجم 6.5 انش من نوع IPS LCD، وهنا الحواف بتاعت الموبايل حواف مناسبة، لكن الحافة السفلية بالاخص بقى هي حافة كبيرة شوية، وهتضايقك وانت بتتفرج على حاجة على الموبايل، او هتضايق عينك لما تيجي تبص الموبايل. فيعني الحافة السفلية هنا اللي مشكلة شوية في الموبايل ده. وكمان هنا الكاميرا بتيجي بالشكل القديم اللي هو النوتش، مش بقى هول بانش ولا بوباب، لا هي بتيجي على الشكل القديم واللي هو النوتش. الحاجة بقى اللي زعلتني هنا ان الموبايل الشاشة بتاعت الموبايل بتيجي بدقة HD بس، ودي حاجة يعني خلاص احنا بقينا بنتكلم فيها عالية شوية، من 2500 ل 3000 جنيه. يعني كانت فول اتش دي، ده الموبايل الارخص من ده اللي هو الريدمي 9، اللي هو يعني النسخة الاعلى منه ب 2500 بيجي بدقة فول اتش دي، فكان لازم طبعا ان الشاشة تكون فول اتش دي. يعني مش لازم، بس كان هيبقى الموبايل متكامل اكتر او افضل اكتر لو الشاشة بتاعته كانت بدقة اعلى. المعالج اللي في الموبايل ده من ميديا تك، وهو الهيليو G35، بيجي بمعمارية 12 نانو، واخد على انتوتو 110000 نقطة. هو معالج ممتاز جدا، لكن مش بالسعر ده او مش في الفئة دي. يعني انا استغربت صراحة من ريلمي انها تنزل موبايل بالمعالج ده وبالسعر ده، متعودين من ريلمي انها بتدينا مواصفات قوية مقابل السعر. يعني احنا لو جينا بصينا للموبايل المنافس التقليدي ليه وهو ريدمي 9، هنلاقيه بيجي بالمعالج اللي هو هيليو G80، وده اداؤه اقوى او الضعف، يعني هو واخد على انتوتو 190000 نقطة تقريبا. فيعني في فرق كبير قوي بين الادائين والاثنين بنفس السعر. فيعني انا بس مش عايز اقول ان المعالج ده وحش، لا ده المعالج ده كويس جدا، واستخدامك للموبايل مش هتواجه معاه اي مشكله، خصوصا مع ال 4 جيجا رام. لكن ارجع اقول تاني، مش بالسعر ده، كان طبعا لازم يزودوا شويه في المعالج. اما بقى عن المعالج الرسومي والالعاب، فهنا المعالج موجود، المعالج التقليدي بتاع كل الموبايلات، واللي هو الباور في ار جي اي 8320، وده اكيد كلكم عارفين اداؤه في الالعاب. هيشغلك مثلا ببجي على اعدادات متوسطه، بس برضه هيكون في دروب فريم شويه، فهتضطر تنزلها لاقل اعدادات عشان تلعب بدون اي مشاكل. فزي ما قلت نقطه الاداء كانت محتاجه تطوير اكتر من كده شويه. سي 15 بيجي بدون لمبه اشعارات ولا مايك اضافي، واظن ده عادي. يعني معظم الموبايلات اللي بقت بتنزل الفتره دي معظمها شالوا فكره لمبه اشعارات، والبعض منها برضو مبقاش فيه المايك الاضافي ده. الكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، والصور اللي بتطلع من الكاميرا دي كويسه جدا، لكن هي المعتاده من كل الموبايلات في نفس الفئه دي. هي كاميرا بتطلع صور كويسه جدا، لكن التفاصيل فيها قليله، وكمان التصوير في الاضاءه المنخفضه هيكون فيه بعض النويز كده، فمش هتاخد تجربه كويسه قوي من السيلفي في الفئه دي. لكن هي كاميرا كويسه ويعتمد عليها جدا، وما فيهاش اي مشاكل. يعني انا بقول ده الطبيعي في الفئه دي. اما الكاميرا الخلفيه، فهي كاميرا خلفيه رباعيه، والعدسه الاساسيه بتاعته بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2.
خلينا الاول نتكلم على العدسه العدسيه دي، لان الصور اللي بتطلع منها صور كويسه جدا بالنسبه لموبايل بالسعر ده، يعني التفاصيل فيها كويسه جدا والالوان مظبوطه. حتى لو جينا قارناها بريدمي 9 اللي احنا بنقول عليه ان هو افضل موبايل في الفئه دي والكاميرا بتاعته ممتازه جدا، هنلاقي ان الالوان بتاعت ريدمي افضل شويه يعني. وده الطبيعي عشان بس نكون منصفين، ان ده الطبيعي ان اي موبايل من ريدمي الوانه بتكون كويسه كده وفاتحه اكتر، وموبايلات ريدمي بتكون الصور فيها واقعيه اكتر. لكن حتى لو جينا بصينا للديناميك رينج او التصوير في الاضاءه المنخفضه، انا بصراحه من وجهه نظري انا شايف ان موبايل الريلمي افضل يعني، بس دي حاجه ترجع لك انت حتى الصور اللي قدامك دي، شوف مين اللي بيدي صور افضل. باقي الكاميرات ففي كاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد، وكاميرا 2 ميجا بكسل ملهاش لازمه اللي هي بلاك اند وايد، وبرده الكاميرا الرابعه اللي هي 2 ميجا بكسل ودي للعزل، والموبايل اكيد بيصور فيديوهات اخره يعني فول اتش دي. نيجي بقى لاهم نقطه واللي الشركه اصلا مسوقه للموبايل ده على اساسها، وهي البطاريه. هنا البطاريه ضخمه بتيجي بحجم 6000 ملي امبير، رقم كبير جدا ما شفناهوش غير في موبايلات قليله زي السامسونج M31. فالبطاريه دي هتقعد معاك لفترات طويله جدا، وممكن تقعد معاك كمان ليومين لو انت استخدامك مش تقيل قوي يعني. فالبطاريه هنا من اهم المميزات اللي ممكن تخليك تشتري الموبايل ده. وكمان هنا في شحن سريع بقدره 18 واط، لكن مش هيفرق قوي يعني مع الحجم الكبير قوي ده بتاع البطاريه، فهو هو ممكن يقعد معاك ساعتين ونص 3 ساعات، زي اكنك بتشحن موبايل 5000 ملي امبير بيشحن عادي اللي هو 10 واط، فكنا محتاجين شحن اقوى من كده شويه. كمان منفذ الشحن اللي هو المايكرو يو اس بي القديم، فبرضه كان محتاج تطوير يبقى تايب سي. لكن هنا البطاريه نفسها فهي بطاريه ممتازه جدا، وتقعد معاك يعني زي ما قلت ليومين. كمان انا قلت في اول فيديو ان انا هجاوب على سؤالين، وهما هل الموبايل ده هيقدر ينافس ويكون مناسب لمين من الناس. من ناحيه الموبايل ده هيقدر ينافس، فهو هيقدر ينافس بسبب الكاميرا الخلفيه الممتازه بتاعته وكمان البطاريه الكبيره، والشركه اصلا هتسوق الموبايل ده على حساب النقطتين دول. لكن بقى مين من الناس اللي اشتري الموبايل ده وهيكون مناسب لمين؟ هو يعني لو انت هتشتري النسخه ال 464 اللي هي هنقول مثلا اللي هي ب 2500 جنيه، وانت اهم اهتمام ليك هو الكاميرات الخلفيه، فالموبايل ده هيكون مناسب ليك جدا. غير كده فانت تشتري ريدمي 9 او ريدمي نوت 9، هو حتى كمان ريدمي 9 ارخص وافضل، وريدمي نوت 9 هو اغلب حاجه بسيطه لكن افضل بحاجات كتير، فاي خيار من الاثنين دول افضل. لكن ما تشتريش الموبايل ده غير في حاله واحده بس، لو انت معاك 2500 جنيه واهم اهتمام ليك هو الكاميرا الخلفيه. فده كان كل حاجه عن موبايل ريلمي الجديد واللي هو السي 15. قبل ما انهي الفيديو بقى، كنت الفيديو اللي فات عملت فيديو عن افضل تجميعه ب 6000 جنيه للمونتاج والالعاب، فجالي تعليقات كتيره قوي اللي هو عايزين تجرب لنا التجميعه دي على او الكمبيوتر ده للعبه بابجي او لعبه ايه مثلا، وتشوف كام فريم بيسخن معاك وكده. فان شاء الله في الفيديو الجاي هحاول اصور الفيديو ده وهنزله، اللي هو هيكون بعد الفيديو ده على طول، ونشوف تجربه الالعاب مع التجميعه دي. فيا رب يكون عجبكم الفيديو ده والفيديو الجاي كمان يعجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.